السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زجاجة مسك هنستحضر بها خادم السحر وهنخرجه من أجسامنا، وكمان هنعرف مكان السحر اللي موجود في البيت ازاي. كل واحد فينا بيتمنى ان هو يعرف السحر بتاعه خبئ فين، هل هو خبئ في أوضة النوم، ولا خبئ في الحمام، ولا خبئ في الأواني اللي موجودة في المطبخ مثلا، ولا خبئ مثلا على عتبة السلم بتاعك أو على عتبة بابك. فركز معايا، دي أزازة المسك. هنجيب أزازة المسك وهناخد منها قطرات بسيطة جدا، هندهن كده في المنطقة دي. تعرف المنطقة دي؟ المنطقة دي فيها أسرار كتيرة جدا لا يعلم بها سوى الخالق جل وعلا. هذه هي الناصية بتاعتك، والناصية بتاعتك دي ذكرها الله عز وجل في كتابه، قال ناصية كاذبة خاطئة. هتيجي جاي على الناصية وداهن كده وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. شايف فين؟ أهي الناصية دي، أهي الناصية دي. هتقول حسبي الله ونعم الوكيل بالمسك، حسبي الله ونعم الوكيل، 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 وتظل تكرر حسبي الله ونعم الوكيل قدر ما استطعت. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا شيء، ان الله عز وجل بيدافع عن عباده المؤمنين. فاسالك سؤال، هل انت من عباد الله عز وجل المؤمنين؟ ربما ما تكونش من المؤمنين بل تكون من المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ايه وذكر امر، لو نفذت الامر ده هو مجرد ما تشرع في البدايه فيه فانت من عباد الله المؤمنين. ومش بس كده، يزكيك الله عز وجل بان يحبك وما يجعلش للشيطان عليك سلطان. بس كده، وربنا سبحانه وتعالى يرقيك في حياتك فيحميك من جميع الشياطين ويحميك من أذاهم. أنا عايزك تعرف أن العلاج بالقرآن الكريم تقدر أنك أنت تعالج به نفسك، ما تضطرش أنك أنت تروح لراقي أو تبحث عن أي حد يقرأ عليك، لأنهم دلوقتي شغالين تجارة، فأصبح المسألة مسألة جزارة وليس مسألة رقية. لكن ارقي نفسك بنفسك. لكن بعض الناس تقول لك يعني ما ينفعش أن أنا يعني أجيب راقي والراقي بيكون أفضل، وبعض الناس تقول لك أنا أرقي نفسي بنفسي. أنا عايز أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر من رقاه وجبريل عليه السلام، لكن سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسائل الدنيوية والأمور الدنيوية وليس في المسائل التي تتعلق بالعبادات والشرائع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وليس في الدنيا، ولكن كان يهيأ إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، وظل معه هذا الأمر لمدة 40 يوم. وهذا إن دل حيدل على أن الشياطين تشتلي أبناء آدم، لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أجمل الأحاديث، من طبق هذا الحديث انتقل من عالم الشهادة اللي احنا موجودين فيه لعالم الحقيقة. وإذا انتقلت لعالم الحقيقة رأيت الملائكة رأي العين، ورأيت الشياطين على الصور الذين التي يتشكلون بها ويحاولون ان هم بالصور دي يضلوا ابناء ادم. والموضوع كبير، انا مش عايز ان انا اطول معك. هنعمل ايه؟ هندخل غرفه، والغرفه دي نرش في الاركان الاربعه بتوعها ملح. في واحد بقى هيستخدم الذكاء بتاعه ويقول ده في شياطين بتسكن في قلب البحر، فالملح هيفيد معاهم بايه؟ هقول لك على شيء، في سمك بلطي بيعيش في الميه العذبه، وفي سمك بوري بيعيش في المية الملحة. لو خدنا السمك البوري حطناه في المية العذبة مات، ولو خدنا البلط حطناه في المية الملحة أيضا مات. ولذلك الملح من الأمور المجربة، والأمور المجربة ما فيش أي حد يقدر أن هو ينكرها أو يقدر أن هو يعارضها. ليه؟ لأن فيها فوائد كتيرة جدا، ويكفي أن المجربات هي من الاجتهادات التي توصل إليها بعد عباد الله جل وعلا للنجاة والطرق النجاة. ولكن إن تكون هذه الأمور ليس فيها أي تعلق، ولكن التعلق يكون بالله عز وجل وحده، وليس يكون فيها أي شيء من الشركيات، نعوذ بالله عز وجل من الشرك وأهله. هترش في الأربع أركان ملح، في كل ركن هتاخد إيه؟ شوية ملح كده حفنة، وتحطه في الركن، وتاخد خط سير دايرين كده من الركن للركن الآخر، وتنتقل بقى إيه حوالين إيه الغرفة الأربع أركان سير داير بالملح. كل ركن فيه حفنة ملح وسير داير حوالين الغرفة كلها. طيب بعد ما أعمل كده أعمل إيه بقى؟ هقعد في نص الغرفة ديت، أحط جنبي أي عطر طيب أو أي بخور طيب. ليه؟ لأن الشياطين تنفر من الروائح الطيبة. وأتأكد أن الغرفة اللي أنا موجود فيها ما فيهاش أي صورة ولا فيها أي تمثال ولا فيها أي رسمة ولا معايا لبس موجود عليه أي رسومات نهائيا، وأكون كده جالس مستقبل القبلة. لكن بعد ما رش الملح أخرج من الغرفة وأفتح الباب وأدخل تاني وأقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن الله عز وجل مع السلام كأنك بتلقي السلام على الملائكة فتنصرف الشياطين فلا يكون لهم حضرة معك، وتبقى أنت في حضرة الملائكة وحضرة الرحمن جل وعلا وإنت متوضي. ثم بعد ذلك هتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم سماك الله عز وجل مؤمن، وسماك الله عز وجل عبدا من عباده، فالله عز وجل يدافع عنك في هذه اللحظة، لأن الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهنيئا لك الدخول في زمرة المؤمنين. ثم بعد ذلك تقول بسم الله توكلت على الله، لأن الله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدر. أنت مجرد ما تقول بسم الله توكلت على الله فكأنك أنت بتتبرأ من حولك وقوتك، فلا حول لك ولا قوة إلا بالله جل وعلا. فأنت بتلجأ جميع الأمور اللي أنت هتحصل ليك، وإن الخلوة اللي أنت هتخلوها بالله جل وعلا في هذه الساعات أو الدقائق القليلة بترجو فيها من الله جل وعلا أن يتخلص جميع الأتعاب اللي موجودة في جسمك، وجميع الألم اللي أنت بتعاني منها تختفي نهائيا، وجميع المضايقات والتنغصات اللي في حياتك تختفي، أو إن الشخص اللي حسدك يظهره الله عز وجل لك في أفعاله أو في أقواله عاجل غير آجل. ما تستعجبش، ربما انك انت بعد ما تخلص الورد ده مباشرة يتصل بك الساحر ويحاول ان هو يسأل عن اخبارك ويسأل عن امور حياتك، او لربما انك انت تشوفه في اليوم التاني جاي لك مقلوب على وشه ومستغرب او متعجب، او بيقول لك هو انت ليك عبادات معينة او ان انت عملت شيء معين. عارف ليه؟ لان الشياطين بتخبر اوليائهم، والانسان مجرد ان هو ما يلجأ للساحر او اول خطوة بيخطيها عند الساحر، فمعناته ان هو خرج من حفظ الله جل وعلا، ومعناته ان هو باع نفسه لابليس، فبمعنى اصح هو جند من جنود ابليس عليه لعنه الله. هنبدا هنا في اللحظات ديت نقول ايه؟ حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 27 مره، ثم اقول لا حول ولا قوه الا بالله 28 مره، ثم اقول اعلم ان الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يا أرحم الراحمين، يا خير الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا المن يا ذا الفضل، يا مغيس أغثني، يا مغيس أغثني، اللهم طهر جسدي من عقد الشياطين ومن سحر الإنس والجن، وطهر بيتي من عقد الشياطين ومن سحر الإنس والجن، ونظف بيتي من كل عين وحسد، يا أرحم الراحمين. وتظل انك انت تكرر في الورد ده. هتبص مجرد ما تخلص الورد بعد نص ساعة او بعد ساعة هتخرج كده تبص في البيت وانت بتلتفت في اي مكان تقول بسم الله، فإنما تولوا فسمى وجه الله، تقول بسم الله، بصيت يمين بسم الله، تخش في المطبخ وتدور بسم الله، ربنا سبحانه وتعالى هيهديك للسحر. هتبص تلاقي ان الطبق لونه اتغير، هتبص تلاقي ان في نمل، هتبص تلاقي ان في ناموس، هتبص تلاقي ان في حشرات بتخرج، هتبص تلاقي مثلا ان في لمبه اتحرقت، او ان في شيء حصل في الغرفه اللي انت قاعد فيها او بتنام فيها زي شياط، زي ريحه مش كويسه. تفتح الدولاب وتقول بسم الله، وتدور في هدومك، ربما انك انت تلاقي قميص مقطوع، تلاقي فليله مقطوعه، تلاقي هدمه من هدومك مقطوعه. لان اغرب الغرابه إن أحيانا أقرب الناس لنا هم اللي بيسووا الأسحار والعياذ بالله، وهم معذورين لأن الشياطين بتكون أساسا مسيطر عليهم، فهم بيكونوا جنود للشياطين فبيستخدموهم لإيذائنا وضرنا بدون ما يشعروا. أنا عايزك إنك أنت تنفذ البرنامج ده لمدة 3 أيام يا أخي الكريم. هتبص تلاقي إن الأسحار اللي موجودة في جسمك اختفت نهائيا. في امرأة بتسقط الحمل، إن شاء الرحمن الحمل هيثبت عندها. لو في امرأة في تعطيل في أرزاق زوجها، إن شاء الرحمن ربنا يظهر سبب هذا التعطيل ويذهب السبب اللي جعل إن في تضييق في الرزق وتضييق في الأرزاق، وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم ويفرجها من حيث لا تحتسبوا. ولو في واحد متعطل موضوع زواجه مثلا، يروح لفتاة ما يعرفش إنه يتوفق معها، والمشكلة مش في كده، المشكلة إن ما يعرفش إيه السبب اللي بيخليه يترفض،
والمشكلة الأكبر من ذلك إن ما يعرفش ليه أيضا في صدود بينه وبين أي واحدة بيتقدم ليها. فإن شاء الرحمن كل هذه التعطيلات هتبص تلاقيها اختفت من حياتك نهائيا، وبدلت حياتك بالخير وبالسعادة وبالفرح وبالسرور. وديت من أفضل البرامج اللي بتكشف لك فين السحر في البيت، واللي بتكشف لك مين اللي عمل ليك السحر، وانك انت تلف في البيت كلته وتنظر لكل مكان في البيت وانت بتقول بسم الله هتهتدي للسحر. وكل واحد جرب الطريقة ديت يكتب لي في التعليقات ايه اللي حصل معاه، وان شاء الرحمن هرد عليه بإذن الله جل وعلا. لو عجبك المقطع ده شاركه لأصحابك وأصدقائك، ودوس لايك وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام. ويا ريت يا أخي الكريم تشاركني برأيك، هل في أي برنامج انت استخدمته فتخلصت به من السحر؟ ليكم أطيب تحيات، أنا أخوكم يوسف أحمد، دمتم في ود في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.